12 رجلا بقيادة امرأة اسمها دلال المغربي تمكنوا من تأسيس فلسطين بعدما رفض العالم أن يعترف لهم بحق تأسيسها. ركبوا باصا متجها من حيفا إلى تل أبيب وحولوه إلى عاصمة مؤقتة لدولة فلسطين. رفعوا العلم الأبيض والأحمر والأسود على مقدمة الباص وهزجوا وهتفوا ورقصوا كما يفعل طلاب المدارس في الرحلات المدرسية. وحين توقتهم القوات الصهيونية ولحقتهم طائرات الهليكوبتر وأرادت أن تستولي بقوة السلاح على الباص فجروه وانفجروا معه. ولأول مرة في تاريخ الثورات يصبح باص النقل المشترك جمهورية مستقلة كاملة السيادة لمدة 4 ساعات. لا يهم أبدا كم دامت هذه الجمهورية الفلسطينية، المهم أنها تأسست وكانت أول رئيسة جمهورية لها اسمها دلال المغربي. أنا أبشر العرب، عليهم أن يحضروا أنفسهم إلى شرق أوسط جديد بلا إسرائيل وبلا صهيونية. وأبشر الأحرار في العالم على أن معارك الفصل مع الصهيونية قادمة، وأن رموزها وبشائر نصرها وعلائم أوائلها هي هذا التبادل. وأريد أن أحيي كل الشهداء، وأريد تحية خاصة جدا، معلش يزعل مني اللي يزعل مني، تحياتي لحسام دويدات اللي بطل عملية الجرافة في القدس قبل أيامات.